ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. انا بعتذر جدا عن فترة التأخير اللي الفترة اللي فاتت. كنت بحاول اظبط الإضاءة والفيديوهات بتاعتي. يا رب الفيديو بتاع النهاردة يعجبكم، وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير للفيديو لو عجبكم، وتعملوا سبسكرايب للقناة. خليكم معايا وما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الفيديو. اول حاجة بدأت بيها رشيت للموديل من ماء حراري عشان اهدلها البشرة، وبعد كده حطيت لها تونر من سوب اند جلوري ونضفت لها البشرة كويس. لو في اي بقايا للميك اب او اي حاجة بدأت اشيلها كلها. رشيت لها فيكس من ماك كمرطب قبل الميك اب، وبعدين حطيت لها مرطب من شركة كلينيك. اتأكدت ان انا رطبت البشرة كويس جدا، وبعد كده هبدأ اعمل الحواجب. الاول التكنيك بتاع الحواجب بتاعي المرة دي مختلف شوية. اول حاجة بنبدأ بيها ان احنا بنمشط الحاجب الاول، وبعدين بمسكرة شفافة من براند بينيفيت بدأت ارفع لها شعر الحاجب لفوق عشان هرسمه لها شكل طبيعي. حواجب البنوتة ما شاء الله جميلة جدا، اصلا مش محتاجة اي حاجة. انا بس يعني عملت لها هير باي هير وعبيت بعض الفراغات البسيطة. اتأكدت ان انا رفعت شعر الحاجب كويس جدا، وهاخد جل من انجلوت رقمه 16 وهبدأ اعمل الجزء التلت الاخير من الحاجب، وبعد كده هبدأ اعمل هير باي هير. حسيت ان درجة الحاجب لونها فاتح شوية، زودت عليها سنة بسيطة جدا من أفرا دارك براون عشان أخلي شكلها تقيل سنة عشان يبان الهير باي هير. التكنيك بتاع الهير باي هير ان انتي ما تعمليش الشعرات قريبين من بعض، فانا كنت ببعد ما بين الشعراية والتانية زي ما انتم ملاحظين عشان يبان شكلها طبيعي. عملت الحاجب بالكامل هير باي هير ومشيت مع اتجاه الشعر بالظبط. خلصت الحاجب الاول، عملت في التاني التالت التاني زي ما قلت لكم بتاع الحاجب، عملت خط كده عشان ارفع الحاجب، وبعدين بدأت اعمل هير باي هير. حاولوا يا بنات تقربوا الحاجبين لبعض عشان يطلعوا مظبوطين معاكم. بعمل بسن الفرشة رفيع جدا عشان خاطر الخط بتاع الهير باي هير ما يبقاش تخين. عدلت الحاجبين زي بعض، وبعد كده بكونسيلر من براند كيريولان، وهبدأ بفرشة من سيلة انضف الحاجب جزء جزء من تحت فقط. يعني الحاجب ده التركية بتاعته ان انتي ما ينفعش تنضفيه من فوق، لانك لو نضفتيه هيبان ان هو مش طبيعي. وبدأت جزء جزء وانزل بالكونسيلر، وبعد كده هدمجه كله. الفرشة اللي انا اشتغلت بيها، كل الفرش اللي اشتغلت بيها الفيديو ده من سيلا ما عدا فرشة الحاجب انستازيا 7B. الفرش يا بنات وهمية، والسعر بتاعها قصاد الجودة تجنن. عملت الحاجب التاني بنفس الطريقة، وبطلع بالكونسيلر سنة برة وبوصل الحاجبين ببعض عشان الزيادات اللي في الحاجب يبقوا الاتنين متساويين. وبفرشة كابوكي بدأت أدمج الكونسيلر اللي أنا حطاه وأتأكد إن مفيش أي زيادات فيه. بعد كده حطيت لها كونسيلر من تارت درجته لايت ميديوم، وبدأت أدمجه بنفس البراش على جفن العين بالكامل. ممكن تستخدمي البيوتي بلندر الصغيرة مكان البراش لو انتي بترتاحي فيها أكتر. موهت كل الكونسيلر ومخليتش منه أي خطوط، وبعد كده هبدأ اشتغل على البشرة. حطت لها مصحح من ميك اب فور ايفر درجته مشمشي، لانها هي ما عندهاش هالات كتيرة، يعني كانت حاجة بسيطة اللي عايزة اخفيها، فاخترت اخف حاجة وحطيتها لها. وببيوتي بلندر صغيرة بدأت ادمج بالراحة جدا وبطبطبة مش مسح.
اتأكدت ان قدامك بالكامل. والبيوتي بلندر يا بنات بتبقى مندية مش مبلولة. اخدت لها فاونديشن من هدى بيوتي وبالبراش بتاعت سيلا بدأت ادمجه على البشرة بالكامل جزء جزء يا بنات. والفاونديشن لما تعوزوا تبنوه ابنوه كمية قليلة وبعدين تزودي، يعني زي ما انا بعمل دلوقتي، حطيت كمية قليلة جدا وبدأت امويها الاول كلها وادمجها على البشرة، وبعدين بدأت ازود واحدة واحدة. خلي بالكم لو رسمتوا الحاجب في الاول حاولوا ما تقربوش من ناحية الهير باي هير اللي من فوق، وبعد كده بالبيوتي بلندر على ما فيش ابقوا ادمجوا عشان ما يبانش ان في خطوط. زي ما انتوا شايفين بدأت ازود الفاونديشن على البشرة عشان خاطر يبقى الكفر بتاعه عالي. وبالراحة بدمج، مش بمسح، بطبطب بالراحة جدا، وبتأكد ان الفاونديشن اتفرد على البشرة بالكامل. وبعد كده حاجي بالبيوتي بلندر وابدأ اشيل الزيادات اللي من مطرح الفاونديشن او اللي انا مش عايزاها خلاص، واموه اي خطوط موجودة. زي ما انتوا شايفين بدمج بالراحة جدا، طبطبة مش مسح. وخدت الرقبة كمان، اتأكدت ان كل حاجة تمام، وحبدأ بعد كده مرحلة الكونتورينج والهايلايت. اخدت كونتور من ميك اب فور ايفر الفاونديشن وبدأت احط لها على الجبهة. عايزة، هي مش كبيرة بس انا عايزة اديها تمويه شوية وخلي شكلها ماشي مع باقي الكونتورينج. وعملت لها الخد بتاعها، حبيت ارفعه سنة، فبتشوفي العظمة فين، ممكن تخليها تعمل الحركة اللي انا هعملها دلوقتي دي عشان تبرزي العظمة لو انتي مش عارفة تصهري العظمة بتاعتها. وبعد ما حطيته ببراش من سيلا هبدأ امويه. بعد ما اتأكد ان انا حطيت، شايفين طولت الرقبة بان انا بحط الخطوط بالطول، خط الانف هعمله داخل من عند الحاجب عشان يبان شكله طبيعي، لان انا حابة اللوك ده يبان شكله طبيعي جدا. صغرت لها حجم الانف شوية ان انا حاولت اضم خطين الكونتورينج على بعض. وبعد كده هبدأ ادمج كل ده بالبراش من سيلا. الكونتور بتاع الجبهة بيدمج على فوق يا بنات بالراحة جدا في مكانه، يعني بتدمجي والزيادات تطلعي بيها. والكونتور بتاع الخد بيدمج في مكانه عشان ما يطلعش منك فوق، وبالراحة جدا، ما تمسحوش يا بنات عشان ما يتحركش الفاونديشن اللي تحته. حاولوا بالراحة جدا تدمجوا، خدوا وقتكم في الدمج براحتكم جدا لغاية ما يتظبط معاكي وتحسي ان شكله بقى طبيعي، مش موجود كأنه تقيل او كأنه ماسك محطوط على البشرة. احنا مش عايزين كده خالص. وبعد كده هدمج الخط بتاع الدقن، وبعد كده هبدأ ببيوتي بلندر اوحد كل ده مع بعضه. بعد كده اخدت كونسيلر اللي هو اللايت ميديوم من تارت، حطيته على الانف في الوسط عشان ابرزها اكتر. حطيت عند الجزء الداخلي من تحت العين، وهاخده بسبعة شوية لان انا وش الموديل صغير مش كبير وانا عايزة اطوله شوية. وبعدين هحط على الدقن وعند الحتتين بتوع الشفايف اللي هما دايما بيبانوا شكلهم مش حلو عشان كمان ارفع بيهم الخد. حطيت بعد كده عليه نقطة اصفر من الف عشان اخلي الكونسيلر على اصفر. وبعدين اخدت الكونسيلر من ماك درجته غامقة 45 NC 45 وحطيتها. ليه عملت الحركة دي بالذات؟ انا لما بصور بحس ان البنت لما بحط لها الكونسيلر بس فاتح الوش قلب مثلث، فالحركة دي لما بتعمليها انت بتعملي توازن ما بين الفاتح والغامق. فدي تجربوا يا بنات الحركة دي هتعجبكم جدا، وهتبين شكل تحت العين طبيعي جدا. بدأت ببيوتي بلندر صغيرة ادمج كل اللي انا عملته مع بعض.
خلي بالكم يا بنات تخلي منديل في ايدك، واللي زيادة تشيليها على طول، ما تدمجيش من ناحية لناحية عشان ما فيش ناحية تبقى اتقل من التانية. بسيب الكونسيلر شوية ما دمجتوش على طول لغاية ما ينشف سن على البشرة، لان الحاجات الليكويد دي لو انتي دمجتيها على طول بتروح معظمها في البيوتي بلندر. لو انتي بتحبي تدمجي ببيوتي بلندر كبيرة الموضوع بيرجع ليكي وحسب راحتك الشخصية. بدأت أدمج الخطين اللي هما الغامق مع الفاتح، ورفعت شوية الكونسيلر ناحية العين لأن عين الموديل شوية نعسانة، واللوك ده أنا حابة أقلبه لها كات شوية، عين قطة، فهبدل اللوك شوية إن أنا هرفع العين بتاعة الموديل لفوق عشان أنا حابة أعمل لوك شوية يكون سيمبل وفي نفس الوقت أرفع لها عينيها. بكومباكت باودر من انجلوت رقمها 405، بعد ما تأكدت ان انا شلت كل الخطوط اللي في البشرة، البيوتي بلندر في ايد والسبونشة في ايد، ودمجت على طول الخط وحطيت الباودر وبدأت ادمج جزء جزء بالراحة جدا. عملت نفس الموضوع في الناحية التانية من الوش، ان انا دمجت بالبيوتي بلندر الاول وبعدين حطيت الباودر بعديها على طول عشان ما يعمليش اي خطوط تحت العين. بضغط يا بنات سنة عشان اثبت الباودر مع الفاونديشن، بس ما تمسحيش، يعني ضغط سنة عشان خاطر الفاونديشن ما يبقاش بعد كده يسيح من العروسة. اخدت لها كونتور من هولا وبدات او برونزاش، هو مش كونتورينج، وبدات اعمل لها اعد لها على الاماكن اللي انا عملتها بالكونتور الكريمي في نفس الاماكن بالظبط بالفرشة دي من سيلا. الفرشة دي عجبتني انها عاملة زي البراش بالظبط بتاعت هولا، بس المشكلة في هولا انها صغيرة جدا فصعب ان انتي تتحكمي فيها، فعجبتني ان دي اخدة نفس الستايل بالظبط بس كبيرة. حطت لها لوس باودر من لورا مارسي تحت العين في اماكن الاضاءة اللي انا نورتها بالكونسيلر منها عشان اعمل بيكنج شوية فيقوي من الاضاءة اللي تحت العين، ومنها عشان احافظ على المنطقة تحت العين من الايشادو اللي ممكن يقع. اخدت لها هايلايتر من اوفرا وبراش من سيلا، حطت لها تحت الحاجب بالظبط عشان ارفع لها الحاجب اكتر، يعني ده بيدي رفعة حلوة للحاجب. خدت درجة على شوية بيج مش ابيض وحطيتها بالفرشة دي. الفرشة دي خطيرة للهايلايت يا بنات، للاماكن الرفيعة اللي انتي عايزة توصلي ليها بسهولة. عملت الناحيتين بالظبط زي بعض، وبعدين بفرشة بنسل براش اخدت نفس الهايلايتر وحطيته عند مدمع العين عشان انور الزاوية الداخلية للعين. اخدت بالفرشة دي بالذات عشان هي بتدمج اكتر. بعد كده هندخل في مرحلة الاي شادو. اخدت من بالك كات فون دي درجة لونها مشمشي فاتح جدا، وبدأت افردها او ادمجها على الجفن الثابت وانزل بيها شوية على الجفن المتحرك بحيث ان انا اعملها هي دي اللون الانتقالي بتاعي اللي يدي ضي بسيط ما يبقاش قوي، ودمجتها كويس. شايفين ماسكة الفرشة بحركة دائرية، وبعدين صغرت حجم الفرشة بتاعة الدمج الفرشة بنسل براش وبلون أغمق لونه أورنج، وبدأت أحط على الكريز بتاعة العين بس في مساحة أقل وانزل بيها على الجفن المتحرك. ده بيدي عمق للعين أكتر وبيخلي شكل الأيشادو كأنه مموه مع بعضه. دمجت كويس وتعمدت يا بنات وانا بدمج ارفع العين في الدمج، يعني مش هعمل بحركة دائرية، لا بسحب لفوق. وبعدين اخدت باليت من انستازيا وفرشة الحواجب بتاعة سيلا وعملت بيها خط كأنه ايلاينر خفيف خالص، وبعدين لقيت ان اللون مش تقيل زي ما انا عايزة، فاخدت من باليت ماك لون بني غامق وبدأت احطه على نفس المنطقة اللي هي الخط الايلاينر وارفع بيها العين. انا قصدي في اللوك ده ما اعملش ايلاينر قوي. اخدت برايمر من ان واي اكس وبدأت احطه على الجفن المتحرك، واخدت لون اورنج فاتح مش غامق وحطيته في التلت التاني من العين عشان لما اجي احط اللون الشمري يديني تدرج في الالوان حلو ويبقى داخل مع بعضه.
حطيت من ال NYX اللي هو البرايمر او اللي هو لزق الجليتر، وحطيته على ايدي سنة عشان ينشف، وبعدين بدأت اطبطب بيه على التلت الاولاني او التلتين من العين، ما طلعتش ناحية برة. وبعدين اخدت من باليت انستازيا النورفينا درجة لونها اوكسيدي، وبدأت احطها على لزق الجليتر اللي انا حطاه عشان اقوي البيجمنت شوية، وبفرشة مبططة من سيلة بدأت اموه الخطوط اللي مطرح اللون الشمري. وممكن تعملي الخطوة دي بايدك لو انتي بترتاحي اكتر. الالوان الشمري انا عن نفسي بحب احطها بايدي لانها قوتها بتبقى اقوى من البراش اللي بتسحب كمية كبيرة من اللون وما بتحطهوش على العين للأسف. حطيت الجليتر في العين اللزق الجليتر في العين التانية، وحطيت بعد كده اللون الشمري، واخدت درجة بني فاتحة وموهت اللون الشمري مع اللون الاورنج اللي كنت حطاهم مع بعض، وكل ده انا بشتغل وانا بسحب العين على فوق. اتأكدت ان انا موهت كل الخطوط مع بعض، ما خليتش اي حاجة من الخطوط موجودة، لان جمال الميك اب يا بنات ان انتوا تموهوا كل الخطوط اللي فيه، ما تخلوش خطوط خالص. اخدت نفس اللزق بتاع NYX او البرايمر وحطيته على العين مرة تانية، وفوقيه حطيت جليتر من ميك اب فوريفر نفس درجة الايشادو بالظبط عشان اقوي اللون اكتر. حطيته بالطبطبة وكمية قليلة، ما تحطوش يا بنات كتير عشان بيخلي شكل العين مش حلو. اخدت قلم نود من ريميل لندن وحطيته داخل العين من اول العين لغاية الاخر، وطلعت بيه سنة بسيطة لبرة. شلت كل بقايا اللوس باودر اللي موجودة، واخدت هبدأ في مرحلة تحت العين. اخدت لون مشمشي فاتح خالص مقرب على الاصفر، ونزلت بيه على جفن العين من تحت حبة حلوين عشان خاطر عايزاه هو اللي يديني ضاي للاي شادو. واخدت بنسل براش بعد كده صغيرة جدا من سيلة. البراش دي مهما اقولكم عليها عجبتني قد ايه مش هقدر اوفيها حقها، البراش صغيرة جدا وبتدمج كويس قوي قوي قوي. خدت درجة اورنج اغمق اللي هي نفس اللون الانتقالي اللي انا حطيته فوق، وبدأت احطها على جفن العين في مساحة اقل من المساحة اللي حطيت فيها اللون الاصفر. اخدت نفس الدرجة البني اللي حطيتها على العين من فوق، وحطيتها على خط الرموش السفلي سنة بسيطة، ما نزلتش بيها يا بنات، مجرد بس انها تديني ضاي لما ركب الرموش السفلية بفرشة من انستازيا اللي هي بتاعت الحواجب، هي نفس اللي عملت بيها الخط. وسحبت الايشادو برضو البني على فوق عشان ارفعه مع الخط الايشادو اللي هو بتاع الجفن العلوي. وبعد كده ركبت لها اللاشز من رشا خلف، بتخلوا البنوتة تبقى بصل تحت مش مغمضة، تحطي الجلو وبعدين بتركبيه. انا رفعت الرمش سنة من الخارج عشان ارفع لها عينيها، ما خليهاش نايمة مع الرمش، بضغط على الرمش كويس وبتأكد انه ثبت مني كويس جدا. لو في حتة يا بنات طلعت منكم تقدروا بنقطة جلو صغيرة على قطنة وتحطوا، او على براش صغيرة وتحطوا الحتة اللي طلعت منكم. ضغطت على الرمش كويس وتأكدت انه ركب صح، ورفعت بعد ما نشف سنة الجزء اللي من برة عشان يديني سحبة للعين. حطت لها مسكرة من لوريال، المسكرة دي خطيرة يا بنات، حسب لكم اسمها في صندوق الوصف، حلوة جدا. وبحط ايدي زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده عشان مفيش اي حاجة تدخل على الايشادو اللي انا عاملاه، وبدخل الرموش الطبيعية بتاعتها في الرمش الصناعي اللي انا مركباه. عملت لها حطت لها الرموش مسكرة من تحت عشان خاطر اركب لها الرموش السفلية عليها، ودي خطوة مهمة قبل ما تركبي الرموش السفلية، لانك لو ركبتيها قبل ما تركبي ما تحطي الماسكرا هتبقى مش مظبوطة معاكي، وبعد كده هتضطري توقعي الرمش وانتي بتحطي الماسكرا. اخدت رموش سفلية فردية من اردل وبدأت احطها
على مساحات متباعدة حطيت 5 رموش بالظبط. رسمت لها بقلم من كات فون دي زاوية العين الداخلية وطلعت بيها سنة بسيطة، لأن عين الماضي المتباعدة سنة، فحبيت أقربها بالخطوة دي إن أنا أحط لها آيلاينر، أرسم لها وينج في زاوية العين. بخليها تبص عكس القلم عشان خاطر ما تدمعش. اتأكدت ان انا زبطت الخطين زي بعض، وبعدين هجيب من انجلوت جيل لاينر بس لونه اوف وايت، وحبدأ احط تحت الخط اللي انا عملته بالايلاينر لون اوف وايت عشان احط عليه الجليتر نفس اللي انا حطيته من فوق. ده الجيل اللي انا استخدمته. بعد كده هجيب البرايمر ال NYX وهحطه ببراش، وبعدين هحط عليه الجليتر بتاع ميك اب فوريفر عشان يديني لوك حلو في اول العين ويخلي العين متناغمه مع بعض. بقلم ليب لاينر من ميبلين رسمت لها الشفايف، والحركة دي يا بنات حلوة جدا ان انتي تبدأي تعملي بليب لاينر قبل الروج عشان تتأكدي ان انتي محددة الشفايف صح، وعشان تقوي لون الروج اللي انتي بتحطيه. بخليها تشد شفايفها زي ما انتوا شايفين عشان الخط يطلع مني مظبوط، وببدأ بالقلم اللي معايا احد يعني اموه الخط اللي انا عملته، لان خط التحديد يا بنات ما ينفعش يبقى صريح عشان ما يكلكعش ويخلي شكل الروج وحش. اخدت قلم تاني من ميبلين درجته شوية افتح من اللون البني اللي انا كنت بعمل بيه الزوايا الخارجية، وبعدين بروج من تارت حطيته، هو ده اللون اللي انا اخترته في الاول، وبعد ما حطيته حسيت ان هو غير لي اللوك خالص ومش هو ده اللي انا كنت حبالي اللوك، كنت حابة اللوك كله يبقى متناغم مع بعض، فبدلت الروج وحطيت عليه من سيفورا درجة شوية نود على بني، بس اول درجات البني. تأكدت ان انا حطيته على نفس اللون اللي انا كنت حطاه، ما خليتش اي حاجة من لون تارت يبان. فانتي ممكن على طول تحطي الدرجة اللي هي البيج اللي قلب على بني دي وما تحطيش تارت من الاساس. تخليها تشد شفايفها وبحط الروج، وبتأكد خلي بالكم الزاوية من الشفة السفلية، ان في بنات بتبقى طالعة برا حدود الشفايف، الخط معرق، فحاولوا ان تخلوا البنوتة تفتح شفايفها وتضمها عشان تشوفوا شكل الروج. وبعدين بالكونسيلر من كيريولان مع البراش اللي نظفت بيها الحاجب، وبدأت احدد الزوايا الخارجية عشان انظفها اكتر وخلي شكلها احسن. حطيت لها جلوسي من ماك عشان اخلي اللوك شوية شكله طبيعي واقبل لها بيه الشفايف اكتر. خلي بالكم يا بنات الجلوسي بيتحط على مساحة صغيرة من الشفايف، وبعد كده باللي باقي من البراش بتبدأوا تدمجوا عشان ما يكلكعش منكو او يطير. يعني البنات عندهم مشكلة ان الجلوسي ما بيتثبتش ببودر، فخلي بالنا في الاستخدام شوية واحنا بنستخدم الجلوسي. وحطيت لكم الارواج اللي انا استخدمتها، البنوتة عسل جدا. وبعد كده بكمباكت باودر من ماج درجتها انسيغ 20، وبدأت احط على الاماكن الاضاءة عشان انورها اكتر، وعلى الاماكن اللي انا نضفتها عند الشفايف بالكونسيلر. اخدت لها برونزاج من ميك اب فوريفر، وبدأت احط تاني على اماكن الكونتور واطلع بيها سنة شوية بحيث ان هو يديني ضايم كأنه هو طالع من الكونتور نفسه. وبفرشة بدأت اسحب العين مع الوش بحيث ان هو يديني سحبة حلوة جدا ويبقى الايشادو مسحوب اكتر. الفرشة دي من سيلا وعجبتني جدا زي ما قلت لكم عشان هي بديلة لفرشة هولا.
وبعد كده حرشلها فيكس من ماك عشان اغير شكل البودر على البشرة من مطرح البودر اللي محطوطة، فيدي شكل طبيعي لللوك. وبعد كده هستنى عليه ينشف سنة، وهحط الهايلايتر من أفرا، انا بحب مرحلة الهايلايتر جدا، وهبدأ احط ببراش صغيرة من سيلا، البراش بتاع الدمج اصلا، بس انا بحبها في الهايلايتر عشان بتدمكولي ما بتخلوهوش خط صريح. انا مكست يا بنات درجتين من أفرا، واحدة على بينك وواحدة تانية على جولد. وبعدين زي ما انتوا شايفين بحط على العظمة عشان ابرسها بالمنظر ده، وبطلع بيه سنة لفوق، وطلعت على الحواجب سنة عشان يديني شكل طبيعي لللوك. وبعد كده هاخد هايلايتر من انجلوت. البنات اللي ما بتحبش الهايلايتر كتير تقدر تستغنى عن انجلوت وتكتفي بأفرة، بس انا بالنسبة لي أفرة بيطير بسرعة، فبحب اثبته بحاجة تانية تكون قوية. حطت لها هايلايتر رقمه 03 من انجلوت، وبدأت احط على نفس الاماكن اللي انا حطيت عليها بالظبط، وزودت على الحاجب سنة زي ما قلت لكم عشان يطلع اللوك طبيعي. بعد كده اخدت لها ببراش صغيرة وكنتور هولة، وبدأت اعمل لها على عظمة الانف مرة تانية عشان ابرسها اكتر، وعلى الاماكن الكنتور عشان بس ابرسها اكتر وتبان شكلها اقوى في السيشن. وبعد كده حرشلها الفيكس من إيربن ديكي كمثبت، ولسه فيه كام خطوة تانية هعملهم زي البلاشر من أفرا. حطت لها درجات على نود، وحطيت كمية بسيطة جدا بس تدي حيوية لللوك مش أكتر، لان انا اوريدي حاطه برونزاج، وكان ممكن اكتفي بخطوة البرونزاج، بس انا حبيت اقوي اللوك اكتر. بعد كده يا بنات جبت براش من سيلا للايلاينر، وبجل اللي هو الاوف وايت اللي حطيته في مدمع العين، هو نفسه اللي انا هفتح بيه الفتحة في اخر العين. سحبت سحبة بسيطة جدا عشان اوسع العين اكتر، واسحبها مع سحبة الاي شادو اللي انا عاملاها. بتأكد ان انا بعملها من نفس الفتحة في العين اليمين زي الشمال. خلي بالكم من النقطة دي يا بنات، ان انتوا تتأكدوا ان العينتين زي بعض. وبعد كده هاخد فرشة الحواجب، وهجيب الايشادو بتاع ماك، وهحط خط صغير كأنه ايلاينر باللون البني عشان يرفع لي العين اكتر، نفس الخط اللي انا عملته بعيد عليه. البنات اللي عندها مشكلة في تقوية الالوان زودي اللون، يعني حطي اللون مرة وعيدي عليه مرة تانية عشان يطلع البيجمنت بتاعه اعلى. يا رب يا بنات اللوك يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، وتعملوا سبسكرايب للقناة عشان يوصلكم اي فيديو جديد انا اعمله. هستنى تعليقاتكم. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله.